الأخبار من الراي. ثرى السعودية يحتضن ولي عهدها، والمعزون توافدوا من أصقاع الأرض لإلقاء نظرة الوداع على جثمان مهندس أمن المملكة. مثل هذه المشاريع هي تهيئة وبنية تحتية لمشاريع المستقبل في دولتنا الحبيبة. صفر في جولة تفقدية لمشاريع ربط الصبية بجزيرة بوبيان يؤكد مشاريع الوزارة تسير وفق المرسوم لها والإنجاز في الموعد المجدول. عين الداخلية الساهرة تحرر مخالفات وتضبط مخالفين في حملات أمنية ومداهمات امتدت لأيام ثلاثة. الحرائق مشهد يتجدد بنيران أتت على محتويات مستودع للأخشاب والأصباغ في الشويخ قبل أن يخمد رجال الإطفاء لهيبها. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. يحتضن تراب المملكة العربية السعودية جثمان ولي عهدها الأمير نايف بن عبد العزيز بعد أن أقيمت صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، حيث نقل جثمان الفقيد في سيارة إسعاف من الحرم المكي إلى مقبرة العدل في مكة المكرمة حيث غوري الثرى. وقد تقدم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المشيعين، حيث جرت الصلاة على الجثمان مباشرة بعد صلاة المغرب، وقامت وفود عربية ودولية بتقديم واجب العزاء للعاهل السعودي، من بينهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي غادر صباحا إلى المملكة لتقديم واجب العزاء بالفقيد الراحل، ورئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فضلا عن كبار المسؤولين السعوديين. إنجاز البنى التحتية الأساسية لمشروعات الكويت الكبرى في مواعيدها المجدولة ستنفذ تماشيا مع خطة التنمية، هو الخبر الذي جاء على لسان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر، والذي جاء على هامش جولة قام بها صباحا لجسري المركبات والقطار اللذين يربطان الصبية بجزيرة بوبيان. تفاصيل أوفى عن الجولة في تقرير لمحمد دحياري. وفقا للمخططات التي وضعت لها تسير خطط ومشاريع وزارة الأشغال، نتيجة برهنت على حقيقتها جولة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر لجسري المركبات والقطار اللذين يربطان الصبية بجزيرة بوبيان، جولة سلطت الضوء على ما أنجز من مشاريع يعول عليها في عكس وجه الكويت الحضاري بما ستشكله من نقطة تحول في أعمال التنمية في البلاد. نحن الآن واقفين على جسر السيارات اللي قارب على الانتهاء، باقي فقط الفرشة الرئيسية لطبقة الأسفلت النهائية، وخلفنا كما تشاهدون هو جسر القطارات. ولذلك عندما أطلقنا حملتنا بدأت كويت المستقبل، مثل هذه المشاريع هي تهيئة وبنية تحتية لمشاريع المستقبل في دولتنا الحبيبة. وتعالج الخطط الكبيرة في جزيرة بوبيان والصبية الزيادة المضطردة في أعداد السكان في البلاد بما تحويه من مشاريع تتنوع بين المدن السكانية والمنشآت والمطار والقطار، بالإضافة إلى مدينة الحرير وميناء مبارك وغيرها. في تركيز كبير جدا من الحكومة على تطوير جزيرة بوبيان، في مو بس في المشروع اللي احنا فيهم الآن، لكن كذلك في مخطط هيكلي لهذه الجزيرة. واليوم مثل ما سمعنا من المقاول والمكتب الاستشاري والجهاز الإشراف من الوزارة في مشروع ميناء مبارك، إن شاء الله احنا على الجدول وطموحنا أن نخلص قبل الجول بإذن الله. ويعول على هذه المشاريع في بناء كويت المستقبل وحل الكثير من المشاكل بسبب تركز الاكتظاظ السكاني في بعض المواقع،
محمد الحياري، الراي. في تعقيب برلماني على تصريحات بعض النواب الذين تطرقوا إلى السلطة القضائية في حديثهم منتقدينها على خلفية الحكم الصادر بحق المعتدين على النائب عبيد الوسمي في أحداث الحربش، على خلفية تلك التصريحات قال النائب محمد جاسم الصقر إن القضاء هو عنوان حضارة كل أمة، وأن بعض النواب بات يحتمي بحصانته التي أصبح رفعها رهنا بالهوى السياسي لنواب كتلة الغالبية البرلمانية. في إطار سعيها إلى المحافظة على الأمن وتنفيذا للقوانين الصادرة من وزارة الداخلية للإدارة العامة للمرور بسلسلة من الحملات المفاجئة في المحافظات الست خلال عطلة نهاية الأسبوع وعطلة الإسراء والمعراج، أسفرت عن تسجيل 10377 مخالفة مرورية، من بينها 361 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة. وفي هذا السياق جددت إدارة الإعلام الأمني دعوتها لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور والعمل بالإرشادات بمدلول العلامات المرورية لعدم الوقوع في المخالفات. نبقى في أخبار وزارة الداخلية لكن في سياق آخر، حيث دعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين دعا المسافرين خلال فصل الصيف إلى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية الواجب الاستعداد لها قبل السفر. وقال الياسين إن المنافذ البرية كافة استعدت لاستقبال وإنهاء معاملات المسافرين ومن المواطنين والمقيمين شريطة أن تكون جوازات السفر والتأشيرات والإقامات صالحة وسارية المفعول وعدم وجود مانع سفر أو ما شابه. مسلسل الحرائق في الكويت يتواصل، وجديده اليوم حريق اندلع في مستودع بمنطقة الشويخ الصناعية. مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للإطفاء خليل الأمير قال إن رجال الإدارة تمكنوا من إطفاء الحريق بمساندة مراكز إطفاء الشويخ والشهداء ومبارك الكبير. وقد امتد الحريق الذي طال مستودعا للأصباغ والأخشاب امتد إلى مسافة 250 مترا، يذكر أن خسائر اقتصرت على الماديات فقط. نشرة الرأي متواصلة وفيها بعد الفاصل. حركة السفن والحاويات في مينائي شويخ وشعيبة تسجل نموا بنسبة تجاوزت 40% عن العام الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى الصفحة الاقتصادية. متأثرا بمجريات الأحداث السياسية وبقلق المستثمرين منها، يواصل مؤشر الكويت الأوراق المالية تراجعه إذ وصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير العام الماضي. شركة الأولى للوساطة المالية ذكرت في تقرير صادر عنها إن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له بعد أن تم تداوله تحت سقف 5900 نقطة. واستندت الشركة في تحليلها إلى تسيد القلق لدى المستثمرين من الحالة السياسية وتنامي الحديث حول إمكانية إقرار تغييرات واسعة في الحكومة، وهي الأمور التي زادت المخاوف لديهم من اتخاذ أي قرار استثماري واسع. على عكس مؤشر البورصة، سجلت حركة السفن والحاويات في مينائي الشويخ وشعيبة نموا في مناولة البضائع الواردات منها والصادرات بنسبة تجاوزت 40% خلال شهر إبريل المنصرم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وذكر نائب مدير الشؤون المالية في المؤسسة حسين الحافظ إن عدد السفن في المفرغة والمحملة من المينائين بلغت 221 سفينة بزيادة بلغت 38 سفينة وبنسبة ارتفاع بلغت 21% عن الفترة المماثلة عام 2011. قريبا سينعدم التسرب النفطي من شبكات الأنابيب التابعة لشركة نفط الكويت، هذا ما أعلنه رئيس فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة في الشركة إسماعيل ماتقي خلال لقاء صحفي، إذ أعلن أن تقليص التسرب النفطي من شبكات الأنابيب التابعة للشركة
من أهم إنجازات العمليات المنهجية المستخدمة لتطبيق الإدارة المتكاملة لخطوط الأنابيب في حقول غرب الكويت على مدى السنوات الست الماضية. وقال ماتقي إن تراجعا ملموسا قد تحقق في الحوادث البيئية التي شهدتها المديرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. في موقف له من تداعيات الأزمة المالية في منطقة اليورو، وجه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك انتقادات لزعماء دول منطقة اليورو، متهما سياسة إدارتهم لأزمة الديون السيادية في المنطقة الاقتصادية بالتقصير وعدم إعطاء الحلول الناجعة لإخراج أوروبا من أزمتها المالية. وقال زوليك في تصريح له إن الزعماء الأوروبيين يتصرفون دائما متأخرين بيوم واحد على الأقل، ويعدون دائما بتقديم مساعدات مالية لكنها منقوصة الأمر، الذي يعتبر وفقا لتقديرات البنك الدولي بأنه إجراء ذو تبعات خطيرة على تطور أزمة الديون في منطقة اليورو. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. محمد بربيع، إنجازات عالمية لمتسابق كويتي محترف جزئيا. أهلا بكم من جديد. رياضة الدراجات المائية أو الجيتسكي رياضة بحرية تكلف ممارسها مبالغ مالية كبيرة، ناهيك عن الإصابات التي يتعرض لها المتسابق أثناء المنافسات. فتكلفة الدراجات المائية في الكويت تصل إلى 20,000 دينار في السنة الواحدة، إلا أن عاشق هذه الرياضة لا يبالي بتكاليفها. كاميرا الراي جالت مع أحد عشاق هواية ركوب الدراجات المائية وعادت بهذا التقرير لأحمد العنزي. أنا نفسي الشخص محمد روي، لا والله ما عنده سبونسر حاليا، قاعد يدعم نفسه بنفسه. طبعا أحب أشكر طبعا اللي ما قصروا وياي، وقفوا وياي من بداية لحد الآن، الوالد والدة هم كانوا ولا زالوا السبونسر دائم لنا ولله الحمد، وأخوي عبد الله اللي ما قصر وياي اللي في تجهيز الدراجة، كذلك شباب جميع أعضاء فريق برو رايدر. بتشجيع ودعم من أسرته شق محمد إبراهيم بربيع طريق النجاح، وحفر اسمه بالصخر ليسجل اسمه في سجل أبطال العالم برياضة الدراجات المائية، واخترق أبطال العالم في هذه الرياضة. الجيت سكي طبعا مكلف لأن رياضة محركات، في مكينة وفي أمور ثانية اللي هو القرف وما شابه. الجيت سكي وصل سعره بالوكالة من 5,000 وتصاعد، يبي لك أغراض تحط عليه 4,000 دينار، هذا وصل 10,000 دينار. وفي جيت سكي تيب لو بتجهزه مع القرف هذا يطلع لك 20,000، فأنت محتاج سبونسر. رياضة خطرة وتكاليفها باهظة، وتعرض ممارسها لمصاعب عدة وسط البحر الذي يتصف بالغدر. ورغم كل المتاعب والصعاب، إلا أن الهواية التي يعشقها بطل العالم منذ الصغر لم تثني على الانخراط بهذه الرياضة باتخاذ احتياطات الأمن والسلامة. جت كيلة أمور السيفتي هي الخوذة، السباحة، هذه الشغلات تحفظ المتسابق من الإصابة البليقة أو ما شابه، من تعرض لحادث أو طاح من الجيتسكي، فالأمور تحمي. ولله الحمد ما حاشتني إلا إصابة واحدة كانت بريولي وتفاديت هالشيء، والحمد لله صرت الحين أحسن وأحسن. استمتاع كبير ولحظات رائعة يقضيها بربيع ذو 23 ربيعا أثناء ممارسته لهوايته المحببة التي تحتاج لممارسة مستمرة ولياقة بدنية عالية. أبو جاسم شوفك تعبت خلال 5 دقائق أو 10 دقائق، متعب السباق، أبي لياقة؟ إي محتاج لياقة، شيء ضروري. وبعدين الجتكي اللي يسوقه هذا طبعا فئة المفتوحة، يعني من أقوى الجتكيات أو أقوى الفئات الموجودة طبعا، يختلف. هو شيء طبعا يسوق اللي تحته. إي بس خلاص اللي تحته سهل، هو الستوك. جوائز وكؤوس ودروع لا تعد ولا تحصى خلال فترة وجيزة، لعل أبرز تربيعه على عرش العالم 12 مرة وتحقيقه لعدة ألقاب خليجية ومحلية، إلى جانب حرازه الميدالية الفضية في أولمبيات آسيا، إضافة لتحقيقه المركز الثاني للنظام الأوروبي الذي يقام ليلا. ورغم كل هذه الإنجازات ورفعه علم الكويت، إلا أنه يفتقد لأبسط الحقوق التي يحصل عليه اللاعب الكويتي، وهو الاحتراف الجزئي. طبعا اللي انت قاعد تشوفهم هذول العالميه، طبعا هذول بطوله العالم، في منهم 2008 و2010 و2011،
واللي فوق مختلفة ما بين بطولة الخليج هي الإمارات وبطولة الكويت. ما عندنا لا ما عندنا احتراف جزئي. طالب الهيئة بعد. أكيد هذا شيء حل الكرة إذا طبقوا لهم إحنا لازم نطبق لأن قاعد نتعب بالرياضة هذه. محمد بربيع شكر النادي البحري الذي يقوم بجهود جبارة في إعداد المتسابقين قبل كل سباق عالمي مطالبا الشركات الخاصة دعم هذه الرياضة لشعبيتها الكبيرة. أحمد العنزي الراي. وقبل ختام النشرة لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب. أيضا تستطيعون مشاهدة جميع نشرات برامج قناة الراي عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. نترككم مع ما تبقى من برامج. إلى اللقاء.